السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، رسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبايب قلبي محتاج قراءة خاصة هتلاقوا لينك الأدمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف، واللي عايز يتابعني على الفيسبوك نفس اللينك في صندوق الوصف. حبايبي، رسالة اليوم، رسالة اليوم بإذنك يا ربي، باب جديد بيتفتح لكم. واضح ان انتوا ناس قلبكم مكسور او بتبكوا في الفترة دي، او في حاجة بتخليكم مجروحين قوي من جوه، وكأن مقسوم اتنين، روحك في مكان وجسدك في مكان. هي في رسالة استثنائية هنا واصلة في الاول عايزة اقولها. لو انت رجل، انت داخل على فتح باب جديد مع امرأة متدينة بتحبك، ويمكن في اعداء لعلاقتكم والعلاقة ابتعدت لفترة، ولكن انا شايفة تحرر للمرأة دي ورجوع تاني. يعني في هنا رجوع، او انتوا بقى مثلا ازواج ومنفصلين، في رجوع، او انتوا زي ما قلت لكم كده امرأة داخلة حياتكم كان في ابتعاد، كان في سوء تفاهم، رجع لحياتكم تاني. واضح ان انتوا هنا تخليتم فتجلى الامر ليكم. واللي منكم مكسور او مجروح او بيبكي في الفترة دي، ما يبكيش، لان العلامة والاشارة هتجيلك. انت محاط بملائكة القوة ومعاكم قوة الاسد هنا بتحميكم. في هنا رسالة بتقول ملائكة القوة حواليك وهتخليك تعيش في سعادة، والحاجة اللي انت فاكرها فيها حواجز او فيها عراقيل او فيها جبال عالية مش راضية تتفك، الحاجز ده هينزل، وانت هتقدر تخلع القناع وتقول اللي في قلبك، والحاجة هنا الحاجز ده هيتفك الى الابد. يعني انتوا داخلين على كسر قيود، الحاجز ده هيتزال. لما بنقول كده ان الناس بتفكر ان الجبال ثابتة وهي تمر مرة السحاب، انتوا كمان فاكرين العراقيل او العواقب دي ثابتة، ولكن هي هتمر مرة السحاب عليكم. يعني ايه؟ يعني هتنتهي، هتروح، هتكون مرحلة وعدت، وانت نفسك هتفتكرها وهتضحك بعد كده وتقول كنت بفكر ان دي عقبات، ولكن ربك على كل شيء قدير. رسالة بتقول لكم كمان حبايبي، السعادة هتغمر العائلة عندكم، او انت بتفكر تبني عائلة واسرة وبيت، والحاجة اللي انت بتفكر فيها هتنال السعادة بإذن الله. بلاش قلق، بلاش قلق، لان في حد هنا بيقول يا ترى يا ربي اسلك اي طريق، اخد الطريق ده ولا اخد الطريق ده، وكأنك في دايرة مقفولة وعمال تلف في نفس الدايرة بقالك كتير، والملائكة بتقول لك بلاش قلق، الملائكة هتفتح لك الباب، ما تقلقش، ربك اللي هيرسم لك الطريق، انت بس عليك انك تقول اللهم اجعل لي طريقي منير، اراه دائما منير. ردد العبارة دي كتير، يعني ربنا ينور لك طريقك وهينور لك البصيرة، وهتعرف ان ربنا اللي هيرشدك للإشارة. ممكن قدامك طريقين او خيارين او زوجتين او امرأتين او رجلين او مثلا شغل، عمل وعمل تاني. كانوا بيقولك ما تقلقش، احنا هنرشدك للطريق، تمشي كده او تمشي كده، ما تقيدش نفسك بنفسك، فقط اشتغل على نفسك في الطاقة المادية وفي الطاقة النفسية، حسن من نفسيتك، كن شخص فخور باللي انت وصلت له، انت بقيت انسان جديد، وهنا الباب هيتفتح لك، كأن باب الروح بينفتح. المعنى ان في روحانيات هتساعدك، في حاجات هتدلك على الطريق، في اشارة هتجيلك، وهما بيقولك ما تقلقش احنا هنديك الاشارة بالطريق اللي المفروض تمشي فيه. وانت ذكي وبتفهم في الاشارات الكونية، هتعرف يعني ايه الاشارة دي بتوجهك لاي طريق فيهم. في طريق ربنا هيفتحولك بس بالقرب من ربنا، يعني من الاخر تواصلك مع الله هيكون هو مفتاحك او اشارتك اللي هتوصلك انت بالطريق اللي انت عايز تروحه او عايز تمشيه. من الاخر قوي صلتك بربنا، قوي ايمانك، ما تقلقش على الفاضي والمليان، انت محاط بملائكة القوة. اكسر الحاجز واكسر القيود، وما تقلقش على الاشارة اللي هتجيلك، لانك انت هتجيلك اشارة قريب.
والإشارة دي هتوجهك للطريق اللي انت عايز تمشي فيه أو للقرار اللي انت عايز تاخده. بس هنا كأن الأرواح بتدلك على إنك محاط بأرواح كتيرة جدا، وبتدلك على طريق العبادة، طريق الصلاة. انضبط، ابتدي اذكر الله كثيرا، ابتدي فوق من اللي انت فيه، ابتدي اتعلم من الحياة وتعلم من اللي فاتك كتير، لان انت بتعليمك ده بتفيد نفسك وتفيد غيرك. وعلى فكرة حياتك هتتغير كلها، كل ما تقرب من ربنا اكتر انت اللي هتشوف ان الطريق عندك بيتغير وبيتفتح بكل سهولة ويسر. قلقانين ليه؟ ايه اللي قلقكم وانتوا قريبين من الله؟ ما انتوا طول ما انتوا قريبين من ربنا هتكونوا ناجيين من كل سوء ومن كل شر، من كل داء ومن كل بلاء. ايه اللي يقلقني وانا جنبي ربنا؟ مال هتلاقي من الوفرة والخير والبركة بكثرة ذكر الله. خايف من سحر؟ طول ما انت قريب من ربنا مفيش سحر هيسيبك، بل هيترد على الشخص اللي سحرك او اذاك. وانتوا بتجيلكم اشارات وعلامات في المنام كمان. الناس اللي هنا بيجيلها اشارات في المنام وعلامات بالحاجة اللي هم عايزينها، بالحاجة اللي بيتمنوها، بالحاجة اللي عايزين يوصلوا لها. بتجيلكم اشارة ان انتوا محميين. في حد فيكم هنا حلم حلم، والحلم ده دل انه هيخرج من زواج لزواج تاني. هقول لكم هنا، لو في هنا امرأة حلمت انها بتخلع شبشب وبتلبس شبشب تاني، تعرفوا ايه هو الشبشب؟ نعل اللي انتوا بتلبسوه، جزمة، نعل، شبشب. ممكن خلعت شبشب ابيض ولبست شبشب اسود. هتخرجي من رجل ابيض البشرة الى رجل اسمر البشرة، ويمكن العكس، حلمت انك بتخلعي الاسمر وبتلبسي الاسود وهكذا، او بتلبسوا شبشب بني فهيكون رجل قمحاوي البشرة، يعني مش اسمراني قوي. وفي رسالة كمان هنا بتقول لو انتوا بتحلموا انتوا بتخلعوا النعل وبتمشوا من غيره، فزي ما تقولوا كده انتوا اللي عايزين انفصال، والانفصال ده هيتم. او اشارة بتجيلك انك انت هتعمل كده وهو ده المصير اللي انت داخل عليه. فاهمين ازاي؟ دي اشارة بتدل على تبديل الحياة او تبديل الزوج او كده. طب انا مش متزوجة خالص وحلمت اني بشتري جزمة جديدة، فابشري، او صندل جديد، ابشري انت داخلة على عريس جديد. حسب جمال الصندل وشكله ولونه بيجيلك الشخص. طب انا حلمت ان انا برضو بنت بركب على حصان، مثلا بني، حصان اسود، حصان ابيض، فانت داخلة على عريس، يعني في عريس هيجيلك. الخيل مربوط في نواصيها الخير، اذا كنت انت امرأة متزوجة فهيجيلك رزق كبير وخير كتير عشان حلمتي بالخيل، وهتمشي من مكان تروحي لمكان تاني. اما لو انت عزباء فانت هتتزوجي من شخص بنفس لون البشرة اللي شفتي فيها الخيل. وحسب بقى انت ما شفتي الشخص ده او الخيل ده بيجري عليكي، فالعريس جاي بسرعة. لقيتيه ماشي واحدة واحدة، فالعريس جاي بطيء، فربنا معاكي، بس هو جاي، هو في طريقه جاي. طيب انت رجل وحلمت بانك برضو بتشتري شوز وانت متزوج، او معك حصان وانت متزوج، او حد بيهديك حصان او خيل، فانت ممكن ترزق بمولود، مولود ذكر، يعني حسب الحاجة اللي انت بتشوفها يعني، وربك اعلى واعلم. بس في ناس هنا كانت محتاجة ده، فلازم اني ابلغ لهم ده. محتاجين هنا راحة وتجديد من امر حبيبي، محتاجين ترتاحوا، انتوا محتاجين نوم زيادة. تاني بتتكرر طاقة الحقيقة والوضوح، هيتضح ليك حاجات كتيرة في الفترة اللي جاية، بيبان هتتفتح لك من النور وهتشوف قدامك صح، وهتعرف انت لازم تعمل ايه. في حاجة داخلين عليها قوية، ولازم تعرفوا انكم تتخذوا فيها القرار الصحيح او القرار الصائب. يعني ما تستعجلوش حبيبي، اتى امر الله فلا تستعجلون. انتوا خلاص يعني صبرتوا كتير قوي، وكأنكم على تكة واقفين ومستعجلين الحاجة دي وعايزينها تيجي.
والله بتتدبر لكم. انتوا ما تعرفوش انتوا بتكونوا غاليين قد ايه على ربنا، لانكم بالفعل ناس قلبكم ابيض ومن جواكم نقي. يعني انتوا اصلا طاقة شمس وطاقة نور للي حواليكم، انتوا من بذور النجوم يمكن، او يعني انتوا يعتبروا طاقة النور او طاقة بذرة النور اللي على الارض. الصبر الصبر الصبر، صبرنا كتير، ياه ده احنا صبرنا صبر ايوب. اتقبلوا حبايب قلبي ان الحاجة اللي بتصبروا عليها قوي دي هتجيلكم، وتقبلوا ان الصبر على البلاء هو مفتاح الفرج حبايبي. اتقبلوا ان كل شيء بيحدث بامر الله سبحانه وتعالى، وان كل حاجة ليها وقتها، كل حب ليه وقته، كل تغيير ليه وقته، كل انفصال ليه وقته، كل رزق ليه وقته، كل خلفة ليها وقتها، كل حركة في حياتك ليها وقتها، كل فرحة ليها وقتها، كل شيء بيمر بأمر الله. ويا بخت اللي بيكونوا من الصابرين والصابرات، ويا بخت اللي بيتقبل بحب. هو اللي بيتوازن، اللي كل حاجة تحصل معاه إذا كانت سيئة أو جد جيدة بيقول الحمد لله. طاقة الحمد بتشقلب الدنيا كلها وبتقلب الموازين. محتاجين تقولوا الحمد لله كتير، أو سبحان الله وبحمده كتير. هي رسالة لكم ورسالة للبعض. بتبحث عن تسبيح يخليك دايما محاط بطاقة النور. جاي لك الرسالة وبتقولك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هو تسبيح الملائكة في السماء. فقط رددوا رددوا بعدد 1111 مرة قبل النوم، وانت هتشوف العجب العجاب، الحاجة اللي انت مش متخيلها. عارفين انا اول مرة رددت العدد ده في تسبيح الملائكة حصل ايه؟ سمعت اصوات كتيرة جدا في الغرفة، اللي بيقول لبيك اللهم لبيك، واللي بيقول الله اكبر، واللي بيأذن، ويعني انا سمعت حاجات عمري ما سمعتها. من اول مرة عملت التسبيح ده وانا لوحدي تماما، يعني قبل النوم مباشرة مسكت السبحة الإلكترونية وقعدت أعمل فيه. اتفتحت عندي البصيرة السمعية في لحظة، ما كنتش متخيلة أني هسمع كل ده أو هشوف الأنوار اللي شفتها. كل إنسان بيتفتح له شيء بيكون بأمر الله، ويمكن أنا غيرك ويمكن أنت غيري، ولكن هو رسالة وعاوزة توصل لكم. عايز تسبيح يخليك دايما عايش في نور، مش شرط انك تسمع، مش شرط انك تشوف. انا لما عملته فقط عرفت ان هو تسبيح الملائكة في السماء، فحبيت اني اقوله، لان ربنا خلق الملائكة بيسجدوا ليل نهار لله سبحانه وتعالى، وبيقولوا في الاخر ما عبدناك حق عبادتك. احنا بنعمل 5 صلوات بس في اليوم، وكل واحد فيكم بيحس ان الصلاة تقيلة، ويا بجيبها على بعضها، ويا اصل الشغل خدني. والله انا ببقى في كل مكان اروحه الاقي ناس تقوم تتوضى وتصلي في البنك، في المسجد، يعني اروح المصلية بتاعه النساء الاقي ناس بتفرش قصاد الجامع، رايحه اشتري حاجه الاقي ناس بتفرش قدام العربيات اللي بيبيعوا عليها دي ويصلوا. اللي هو ما فيش حاجه اسمها انا بشتغل، فيش حاجة اسمها الشغل بياخدني على صلاتي. ده البياعين في الطريق يعني بيصلوا في الشارع، علشان ايه؟ عشان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما ينفعش تأخرها، ما ينفعش تأجلها، ما ينفعش تقول بعدين، ما ينفعش تقول هجمع الصلاة على بعضها. حبيبي الحاجة دي ما بتقربكش من ربنا، الحاجة دي بتخليك تفضل المادية، يعني الحالة المادية عن الصلاة. في ناس تقول انا بقرأ قرآن كتير بس ما اقدرش اصلي. يعني انت بتقرأ القرآن وبتسيب الفرض اللي اصلا ربنا فرضه عليك انك تصلي، اللي ربنا خلاه لك من 50 صلاة ل5 صلوات بس، ده كلام برضه. هو انا هكون من المنافقين؟ ما انا لما اختار حاجة من اللي ربنا قال عليها واسيب حاجة تانية فانا منافق. زي الناس اللي ما بتصليش طول عمرها وتصلي الجمعة،
زي الناس اللي بتقعد ما تقرأش القرآن طول السنين وتقرأه في رمضان. حبايب قلبي ربنا يعزكم انكم تكونوا من المنافقين. ما فيش حاجة اسمها اصلي البردين، اصلي العصر والفجر بس، اصلهم من صلى البردين دخل الجنة. وانت هتنقي، انت هتنقي من صلاة ربنا كمان؟ هو فرض عليك الخمس صلوات يتصلوا في معادهم، وقال كتابا موقوتا، يعني في معادهم اول لما يقول الله اكبر تقوم تصلي. ما فيش تنقية في الصلاة. وصلي وشوف، صلي وشوف التغيير اللي هيكون في حياتك. بتصلي زود، اقرأ القرآن يا سيدي ولو صفحة في اليوم، والله لا يغير حياتك، والله لا يغير مجرى حياتك كله. وجرب وشوف، مدام وصلت لقناتي اعرف انك مدعو الى طريق الصلاح والفلاح. مفيش حد بيوصل للقناة دي الا بإرادة الله سبحانه وتعالى. وانا ما يعني ما بقولش لحد اشترك، اللي عايز يشترك يشترك، اللي عايز يحط لايك لا يحط، اللي عايز ما يكتب تعليق ما يكتب، اللي مش عايز ما يكتبش. بصوا في الاول وفي الاخر الرسالة هتوصل لصاحبها. الرسالة هتوصل لصاحبها، ما تفكروش ان هي بتوصل لكل المشتركين. حطوا عينكم كده على المشتركين قد ايه وهتشوفوا الرسالة بتوصل لقد ايه، ويمكن توصلهم هم بعديكم بفترة كبيرة. وصلتك بعد سنة، وصلتك بعد سنتين، وصلتك بعد 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين من أول ما ابتديت أشتغل. شوفوا حبايبي، الرسالة لو وصلتك هي فيها رسالة ليك. ورسالة هنا بتقول لكم حافظوا على بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ليه؟ لأنها أقرب ما يكون لإسم الله الأعظم. مدعوين بأنكم بعد كل صلاة مفروضة، لكل اللي دخل الفيديو ده، يقول بسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة بعد كل صلاة. هي رسالة ليك. ولو وصلتك وما نفذتهاش، أنت اللي بتبعد الخير اللي جاي لك. يعني ذكر الله دايما بينولك به خير، بينولك به شيء أنت محتاجه. وما دام ما وصلتك الرسالة يبقى انت لازم تعملها. طب استمر عليها قد ايه؟ براحتك، استمر عليها وشوف هيحصل معاك ايه. في تغيير هيحصل معاك كبير جدا، بس كأن دي حركة لازم انت تعملها بعد كل صلاة مفروضة 100 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم على السبحة 100 مرة، وانت هتتطور وانت هتنمو. بس مفيش نمو او تطور او تغيير بيجي بدون حركة. الجوارح بتعمل والقلوب تتوكل. ويمكن انت الحركة اللي جالك انك تذكر بسم الله الرحمن الرحيم بعد كل صلاة مفروضة، يعني 5 مرات في اليوم، انت هيخرج من عندك اذى. اول شيء هيخرج من عندك طاقة سامة اول حاجة، وهيتفتح لك باب، والباب ده انت اللي هتعرفه ايه هو. وانتوا اللي هتبلغوني في التعليقات، اللي مش عايز يبلغ ما يبلغش، حاجة ترجع لك. بس التغيير جاي لك بطاقة بسم الله الرحمن الرحيم. اتحرك والباب هينفتح. ابدأ في انك تتقبل الاشياء. اي شيء اتقبله مدام انت معرفتش تغيره. يعني انت حاولت في التغيير وعملت والجوارح اشتغلت انك تغير الشيء ده، مش عارف تغيره، يبقى تأخيره في امر تاني على طول، يبقى تأخيره في خير ليك. فحاول انك تتقبله بقى، لان ربنا هو اللي هيغيره. امتى؟ في الوقت المثالي، في الوقت الالهي. تقبل ان كل شيء يحدث بامر الله في الوقت الذي اراده الله. وكفاية حزن، وكفاية دموع، وكفاية تخزن الاستياء جواك، لانه بيمنع تدفق الحب. وتدفق الحب جوانا حبايبي بيبتدي في مرحلة الاستقبال، تستقبل اللي جاي. مش عارفة ليه دي تالت رسالة او رابع رسالة يجيلي فيها كلمة موت. وكلمة موت هنا أنا يعني بعتبرها البداية الجديدة أو إعادة الميلاد. يعني كل ما تجيني الكلمة دي، يمكن يكون موت الشر من حياتك، يمكن يكون نهاية شيء صعب، ولكن هي بعتبرها دايما إن كل حاجة بتنتهي بتكون مجرد بداية. فأنت لو حاجة رحلت من حياتك، لو شخص رحل من حياتك، لو مثلا نهاية وضع صعب انت كنت فيه، فسامح وتعلم، عشان اللي جاي لك هو انك
هتمتن كتير للخير اللي ربنا جايبه لك. الخير اللي جاي لك هيبعد عنك الشر، محتاج طاقة الامتنان لأنك هتتحرر. هتتحرر، النهايات ما هي إلا مجرد بدايات، والفجر هيكون في طريقك أنت، يعني هتشوف صبح جديد، نهار جديد، صفحة بيضة في حياتك. وحب نفسك، حب نفسك وحب كل الناس، وبلاش شك في الحاجة اللي أنت بتفكر فيها، الحاجة دي حقيقية وصحيحة وهي ليك وهترجع لك، وإنتوا عارفين إيه هي. وتاني بتتكرر الانضباط ثم الانضباط ثم الانضباط في القرب من ربنا والصلاة والعبادات. ما فيش حاجة هتجيلك من غير كده، ما فيش روحانية هتديك الرسالة اللي أنا بديها لك دي إلا لما تكون قريب من الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها روحاني بدون عبادة الله. فتح الباب الروحاني بيجي بذكر الله حبيبي، ذكر الله ثم ذكر الله ثم ذكر الله، حط قدامك الأول والأخير. إذا ذكرت الله كثيرا فتح الباب المغلق أمامك. تمام، أنا خلصت الرسالة حبيب قلبي، رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.